كيف عملت الاستوديو او الغرفه تبعي من هيك لهيك. هذا الشيء راح نعرفه بفيديو اليوم، خليكم معي. سعد لواتكم، معكم علي من قناه زوم بلند. اذا مره بتشوفني هالقناه هي مختصه بتعليم التصوير بالجوال، بالكاميرات، بالدرون، بيع الصور، الفيديوهات، اشياء لطيفه في لها علاقه بالتصوير، الفيديو والصور. اذا حاب تكون معي ما عليك غير انك تضغط على زر الاشتراك في القناه والجرس لتوصل ليوصلك اشعار بانه في فيديو جديد. طيب، من دون ما نطول، الإضاءة أصدقائي هي من العوامل المهمة جدا بأي شيء، إن كان بالتصوير أو إن كان بتصوير الفيديو، يعني تصوير الصور أو الفيديو. مثل هيك استوديو مثل ما شفتوا أنتوا قبل، كيف صار في نقل نوعية لما نحن غيرنا شوي بالإضاءة شوي. أنا طبعا يمكن ما غيرت كتير، يعني أنا ما حطيت إضاءة مكلفة جدا لحتى هيك صارت عندي هيك الإضاءة. طبعا راح افرجيكم شو استعملت وشو الاضاءه اللي استعملتها لحتى انا حصلت على هذا، على هاي الاضاءه اللي هي الاحترافيه، تمام، بالنعومه، هاي نعومه الاضاءه اللي على وجهي بالاضافه للخلفيه اللي هي فيها يعني شيء سينمائي. طبعا راح نبدا باول اضاءه هون انا بستخدمها، اللي هي انا اللي لاحظته انه افضل اضاءه ممكن انت تستعملها بمكان صغير، استوديو او غرفه صغيره مثل هيك، اللي هو الرينج لايت. تمام، ليش الرينج لايت؟ الرينج لايت هو طبعا هو افضل اضاءه ممكن تستعملها، بالاخص اذا كان قناتك هي متعلقه في البيوتي، الميك اب، الاشياء في لها علاقه بال يعني الاشارات الجماليه. فانا بنصح جدا بانك تستعمل بيوتي لايت، لانه انت ما محتاج سوفت بوكس كبير كتير لحتى تعطيك اضاءه هيك ناعمه. هو الحلقه هاي لما تحط الكاميرا في منتصف الحلقة، انت راح تحصل على اضاءة لطيفة ناعمة، بالاضافة انه راح يطلع مثل دائرة او رينج على عينك، وهذا الشيء بيعطي يعني وجهك او الشكل الوجه يعني بيعطيه جمالية اكتر. طبعا ما عم بقول انه هو السوفت بوكس يعني مش مناسب، لا بالعكس، السوفت بوكس كمان بيعطي اضاءة ناعمة جدا واحترافية، لكن كمكان صغير مثل هالمكان، وانا بشوف الرينج لايت هو كتير مناسب لهيك قصة، بالاخص انه انا مستعمل الرينج لايت هو 18 انش. طبعا بتميز هذا الرينج لايت انه انت فيك تحط عليه ثلاث موبايلات اذا حاب، بس انت تعمل فيديو بنفس الوقت للسناب شات، تيك توك، انستغرام. فعن طريق هذا الرينج لايت انت بتقدر انك انت تصور بثلاث بلاتفورم بنفس الوقت، وحلاوته انه فيك تغير الاضاءه من ابيض ل او فيك تقوي الاضاءه. طبعا الاضاءه قويه جدا، يعني شايفين هلا انا حاليا حاطط الاضاءه على اقل شيء، اقل درجه، يعني انا اذا بدي ازيدها شايفين شلون فرهيبه. فيك تغير لون الإضاءة عن طريق كمان في رينج أو يعني مفتاح تاني، شايفين؟ فيك تغيرها هيك تسويها ناعمة. طبعا أنا حد ما يعني فيها أبيض وفيها أصفر، تمام؟ بالإضافة في عنا كمان شغلة جميلة جدا، أنه فيك تتحكم بهذا الإضاءة عن طريق الريموت كنترول، بقوة الإضاءة، بلون الإضاءة، وتقريبا بكل شيء، حتى فيك تطفيها وتشعلها. طبعا هذا الرينج لايت بيجي مع ستاند إلو، بالإضافة مثل ما قلت لكم لثلاث حوامل تبع موبايل، استطاعته قوية جدا. هلا راح نروح على الإضاءة المستخدمها الثاني اللي وراي بالخلفية. طبعا الإضاءة اللي ورا اللي شايفينه أنتم هون هناك، يعني هاي الإضاءة طبعا أنا إضاءة عادية أنا اشتريتها من إيكا يمكن، لكن حطيت شايفين شغلت ضوء واحد شايفين لحتى يعطيني يعطي إحساس بالعمق بالخلفية وراي، تمام. الإضاءة التحتانية اللي وراها اللي هو عبارة عن تيوب لايت. طبعا هذا التيوب لايت هو طبعا أنا هذا جديد نازل، اللي هو من شركة فوتكس تي 200 ار، راح احط لكم الرابط تحت. بيعطيك اضاءة طبعا ار جي بي، اصفر، اخضر، احمر، اي اضاءة بدك اياها بيعطيك اياها، بالاضافة انه بيجي معه مثل هون مغناطيس، تمام، يعني فيك انت تحطه على اي جسم معدني، بالاضافة بيجي معه هالترايبود الصغير هذا، يعني فيك انت تحطه تعلقه بمغناطيس على حديد، او فيك تحطه على الترايبود الصغير تبعه، لطيف جدا على فكره.
واستطاعته هي حوالي 10 واط، وعشرة واط يعتبر جيد جدا. الإضاءة الثانية اللي وراي من هذيك الجهة كمان هي تيوب لايت من نفس النوع، لكن أنا حطيت لونين، لون أزرق هناك خليته، وحطيت لون ثاني اللي هو هنيك أحمر تقريبا. طبعا حلاوة التيوب لايت إنه أنت التيوب لايت اللي هلا شو اللي هلا فجرت، طبعا هي حلاوتها إنه أنت فيك تستعملها كمان كفيل لايت يعني إذا حبيت أنت بدل الرينج لايت هذا، وفيك تستعملها إنك أنت تلون فيها الخلفية اللي وراك. حلاوة هذا التيوب لايت انه هو فيه عيارات مختلفة، شايفين هذا ما بتركب البطارية، هو اصلا بنشحن مثل الجوال بيو اس بي سي، شايفين مدخل يو اس بي سي فيه. هون انت بتغير الالوان، هلا هون بتغير انت الالوان، اخضر اصفر ازرق، كمان بتغير الالوان من هون. بالاضافة الكبسة الثانية اللي هي هون بتغير اللي هو يعني قوة الإضاءة. طبعاً هيك بيكون خلصنا فيديو اليوم. أي حدا عنده سؤال عن هاي الإضاءات أو إضاءات تانية ما ينسى يترك لي سؤاله بقسم التعليقات تحت على الفيسبوك أو على اليوتيوب إذا أنت على اليوتيوب، وبتمنى لكم يوم سعيد. سلام.